هلا. اجل تقول ما فطرت ولا تغديت؟ لا ما فطرت ولا غديت. اجل من اللي مقشر البيض وماكله؟ ما في احد المزرعه، ما في الا انت حماده. من اللي حماده اللي وراك يا ها؟ حماده؟ يهمك تعرف من اللي وراني؟ تقول ما فطرت ولا تغديت؟ من اللي قالك حماده صح؟ صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم. تقول ما فطرت ولا تغديت؟ من اللي قالك حماده صح؟ صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم. تقول ما فطرت ولا تغديت؟ من اللي قالك حماده صح؟ صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم. تقول ما فطرت ولا تغديت؟ يوم يزعق لك قولك صح؟ يوم يزعق صح؟ صح صح قال لي قال انكم فطرين الصباح فول وعدس والبيض ذا. ما عليك من تركه. ها؟ قل له انا رحت وشفت بنفسي، لا تقول انا قايل له. طيب ايش دروه؟ روح شو المطبخ من ذاك الكلام قلت له. هنزعق له مساقه يا تعال. ايه كبل ايش كبل ايش يا ابو ابراهيم. ايه عاد اسالك سؤال، ايش تلقى؟ قول من زمان ما اشتغل. انا هو مالك اللاتو. عليكم العافية.